ندعوكم للتسجيل في دورة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة المستوى الأول. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، التي سنلقيها عبر الإنترنت أونلاين عن بعد، ويمكنك يعني عزيزي القارئ متابعة الدورة من خلال الموبايل. سنرسل لك رابط للتسجيل ومتابعة هذه الدورة مع إمكانية الاشتراك مجانا بشكل كامل إن شاء الله. الحقيقة اخترت عنوانا لهذه الدورة: كيف تصبح باحثا في الإعجاز العلمي؟ وهذا طبعا بناء على آلاف الرسائل التي جاءتني. كثير من الأحبة يحب أن يدعو إلى الله بأسلوب العلم. اليوم أصبح أفضل أسلوب للدعوة هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. رقم واحد الدعوة إلى الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.